السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي. نحن الآن كنتواجد بمدينة الصخيرات أمام هذه العمارة اللي فيها شقق للبيع، كل إيطاج فيه 3 ديال لي زابارتمون، وكل شقة فيها 2 شامبر والصالون والكوزينة والحمام، وكاين اللي فيها لاكور. زائد كل هذا العمارة كتوفر على مرآب للسيارات. إذن ما تشوفين، بقاو معنا باش نشوفوا هذا الشقق من الداخل، وأنا متأكد بلا هاد الشقق غادي ينالوا الإعجاب ديالكم. بقاو معنا. احنا الآن كنتواجدوا أمام المدخل الرئيسي ديال العمارة. نذكركم بأن هاد العمارة كتكون من 9 ديال الشقق، وكل شقة فيها 2 شامبر وصالون. هذا هو الباب ديال العمارة، باب عصري 3D، مخدوم بال3D كيف ما كتشوفوا. ومشو ندخلوا الآن نكتشفوا الشقق عن قرب. هذا هو الدروج، مخدوم بالرخام والإينوكس والصباغة ديال الخيال. هذه واحدة من الشقق الثلاث اللي كاينه في النيفو. ودابا نمشيو نشوفوا الفصالة اللي كاينه هنا في هاد الشقق. ندير واحد الدوار على الشقق بثلاثة، وهذه أول شقة. هنا كاين لو سيجو، قدامها هنا الحمام، هنا لا كويزين إيكيبي بلاكارات الفوق والتحت، كوزينة فيها عن بالكون، بلاصة ديال الماكينة ديال الصابون، بلاكارات هما هادو من MDF، والبلاصة ديال الثلاجة والفور والفورنو ولا بلاك. ان شاء الله الفورنو باقي مركبش، ولكن غيركب في الايام القليلة المقبلة. غنمشيو نشوفو الان لي شامبر، لكن قبل منهم كاين هاد لا سال دو بان ريكتانغل، فيها تواليت فرونسيز و الدوش و لافابو. نمشيو نشوفو لي شامبر، كاينين 2 شامبر، وحده فيها وحده منهم فيها البلاكار. هاد البارتمان جات شوكيه كيف ما كتشوفوا، عندها 2 فنيتر كيشوفوا على الشارع. نمشيو نشوفو لا دوزيام شامبر اكوتي، السقف راه مخدوم كامل بالفو فو بلافون ديال القبص، بيبان من البوا ماسيف. هادي لا دوزيام شومبر، هي هادي. كاين البلاصه ديال التلفازه، لي غيدو الكتريك، هذا هو البلاكار مخدوم بالام دي اف. هذا الصالون مخدوم بالصباغه ديال الديكور، الدار كامله مخدومه بالصباغه ديال الديكور ديال الخيال. لي غيدو الكتريك، تريه هنا في الوسط، والبلاصه ديال التلفاز كيف ما كتشوفوا. صراحه بارتمات زوينين، دو شومبر والصالون 90، ومناسبين حتى في الثمن. انا نقول لكم ان شاء الله الثمن في اخر الفيديو. ما تشوفين، ومشو شوفوا الان الشقة المقابلة لهذه اللي دخلنا لها الان، حتى هي كيت نفس لي بيس دو شامبر والصالون، كيختلفوا غير في الفصالة. هنا كندخلوا على اول حاجة اللي هو الصالون.
هنا وسط الدار مخدوم بتحجارت كيف ما كتشوفو، بلاصة ديال التلفاز في الوسط، الانترفون، وهنا كاين لي زوطخ بيس، لا كويزين. نمشيو نشوفو اول حاجة لا شومبر بارونتال، هي هادي عندها ان بالكون كيشوف على الشارع، وهذا ديكور زوين ديال الصباغة هنايا. هذا هو البلاكار، ان غران بلاكار. شو نشوفو لي زوطخ بيس، هنا لا كويزين، كاينين دي زابارتمون هنا اللي عندهم لا كور، الناس اللي كيبغيو لا كور، كاينين جوج هنا عندهم لا كور، وحده تباعت وحده باقا ما تباعت، زوينه كيقول فيها المقاول 46 مليون. هاد الدار، هاد العمارة كتوفر على مرآب السيارات، هذا هو لافونتاج اللي عندها، زائد الفينيسيون اللي دير مول الدار، فيها مرآب للسيارات، صراحة مشروع زوين مربوح، الناس اللي غادي يشريو فيه. أثمنة كتراوح ما بين 38 حتى 50 مليون. هادي لا تخوازيام، لو تخوازيام ابارتمون. فوالا هادشي اللي كنت باغي نوريكم اليوم، بغيت نوريكم الفصالة اللي كاينة هنا، بغيت نوريكم الفينيسيون اللي داير السيد، التحجات، الصباغة ديال الديكور، الخشب، البيبان، السانيتير اللي كاين، كلشي. نتمنى تكونوا خديتو واحد الفكرة، واللي عجبوه يتصلوا بينا على الرقم ديالنا اللي كيظهر الآن على الشاشة، وإن شاء الله موعدنا في مشروع آخر. هذا هو البروجي لحد الآن اللي كاين في السخيرات زوينة الساعة، كاين دوطخ بروجي ولكن تمن شوية طالع، هذا تمن مناسب وقريب من مركز المدينة، قريب من جميع المرافق الضرورية للحياة، حمامات، مساجد، مدارس.